أسعد الله صباحكم مشاهدينا الأحبة أينما كنتم، أرحب بكم أجمل وأرق الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم يومي الصبح نطلع عليكم بهذا الوقت، وأكيد بين أهلنا وناسنا ومناطقنا الشعبية المهمة في بغداد ومناطقنا المهمة وحديثنا اللي دائما ويا الناس، وحديث بصراحة مرات في أمل مرات لا والله تنسد بوجوهنا، مرات نشوف الحياة وصعوباتها ووضع الناس هم مو تمام، مثل ما سولفنا قبل شوية أيد واحدة ما تصفق، وهذه قضايا يعني بصراحة مرات احنا يعني نتأذى، والله أكو بعض القضايا من نسمعها نتأذى ونشوف أنه الوضع بيها أصبح لا يطاق، بصراحة لا يطاق، يعني في بغض النظر عن المشاكل اللي نتعرض لها يوميا، اللي نتعرض لها ضغوط، نتعرض إلى بصراحة كثير من الأمور اللي تخلينا مرات تفكر والله تقول خلي نهج، يعني نشرد من هالبلد هذا اللي صار علينا النفطات، نقمة بالله صارت نقمة علينا النفطات، حرب الرزق وحرب الحرب النفسية وطرق الطرق اللي ما أنزل الله بها من سلطان لمحاربة أرزاق الناس، وهاي مشكلة يعني احنا نسولف فيها، بس اللي يقوم بها مو من خارج المؤسسة، لا من داخل المؤسسة، يعني من داخل مؤسساتنا، المؤسسة الأمنية على مستوى وزارة الداخلية، أمور هواي جاي نسولف فيها ونوصلها، نجيب طار الوزير ونجيب طار رئيس الوزراء ونجيب طاريهم كلهم، بس ماكو حديثنا شلون هذا تشيكو يسمع والجماعة يسمعون، وإحنا هم صراحة ملينا، يعني لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة حكينا، وين نحكي وين نحكي، بس نجيب اللي ياخذ الهم لخدمة الناس ويتحرك على اللي جاي نسولف فيه، جاي نسولف فيه صدق كذب، خلنا نتأكد، ماكو العين بصيرة واليد قصيرة، هم يمكن مو بديهم، يعني هم الدول جوز تتحكم بيهم بالداخل، يعني قبل قليل كنا نسولف انا والاخوه الزملاء يعني في قضيه دخول مواد البناء الى المناطق السكنيه والمناطق الزراعي وغيرها من التفاصيل هذه، وذكرنا ام جبنا طار الوزاره بالخير ان شاء الله، يا اخي الجندي ما يقول لك الامر، انا الامر استلمه من الامر تقول لك انا من الضباط الفوق يريدون من عندي، وصايره هي سلسله لمن واصله الوزاره، هسه هذا مو اتهام، هذه حقيقه، الان هسه بهذا الوقت جاي يصير ابو بالشام، هسه اليوم صبح، هاي مو بغداد كلها، لا انا اقصد لك هسه باب واحد في ابو بالشام، واحنا عارفين القضية شلون جاي تدار وجاي يصير، وهذه قضايا بصراحة الحديث بها ما وصلنا إلى مرحلة لعبت نفسنا من هالكلام، يعني نسولف وماكو شيء جديد، يعني والجماعة هم قاعدين ركبة ونص على كل حكاية نحكيها، يشخطونا بتليفون، يشخطونا برسالة نصية وماشي الأمور ونشوف تاليها وين. اليوم أنا في سوق الوحيلات، واحد من أسواق بغداد البسيط، يعني خلي أقول المدينة صارت يعني منطقة بها نوع من التجارة، نوع من، بس إذا واقع حال ما تلقى، بس بها أسواق هواية، وسوقها أيضا يعني بعض الأخوة قدامة بي وبعض الأخوة جدد، ويخلق فرص ممكن، وصارت البسطية معيشة ثلاثة أربعة عوائل، وصار هالشكل يعني، واللي يشتغل بشده وبتعبه، وهذا المفروض دائما نقول، المفروض هذا نشجعه ونقول له عافية وعاشت ايدك، افضل ما يطلع عن الطريق وهو يطلعوا عن الطريق. عموما اليوم طبعا الدولار علق لانه احداث جاي يصير بالمنطقة، ويعلق الدولار، ومن يعلق الدولار 1000 2000 دينار تصير اسواقنا بهذا الشكل، يعني
هاي تصير السوق الشعبي المهم اللي هو شغله وعمل الصبح يصير هذا الشكل يعني. السلام عليكم حب، شلون قلبك، شو اخبارك، الله يديمك، يصير هذا شغله، الله يديمك ويحفظك. وبساطة الناس ويقول لك والله يعني هاي والله مرات اكو قضايا بالله الكريم يا اخي والله تعبنا نفسيا بالله الكريم، مشي عليكم يا هو يا هو لبالكم مشي عليكم الله سبحانه وتعالى، مشي عليكم بلكت شويه ها تنتبهون لانه جاء القضايا جاي نسولف فيها ترى والله مو سهله، والله احنا مليان والله العظيم تعبنا نفسيا من الحديث تعبنا نفسيا يعني، وهالامور اللي جاي تصير يعني والوضع اللي جاي يصير. شلونك يوم الله يديمك، تعبنا لانه حاله الناس صعبه ووضع الناس بصراحه متعب. شلونك حبيبي عمي، هواي سولف فيها على مستوى يعني ايام وسولفنا فيها هوايه وذكرناها هوايه، ويا معودين اهل الغيره اهل المروءه اهل ماكو يعني ما تلقى الاذان الصاغيه فعلا لك، ولا تلقى اللي فعلا يدور لك انه تكون انت بخير وشغلك ماشي، ولا يعني وهاي الناس هي اللي يدفع الثمن. منه اللي يدفع الثمن؟ هذا بالبسطيه والعربانه والتاكسي، هاي الناس البسطاء يعني اللي يدفع الثمن، مو مسؤول بالدوله ولا عنده كرسي بالدوله ولا يستلم شدات بالشهر، لا اللي يدفع الثمن هذا، هاي احنا هاي طبقه وبنسولف فيها نتألم لأنه الوضع هالشكل صار يعني. بلد نفطي، بلد بخيرات، أروح للمدارس ألقاها متهالكة، أروح للمستشفيات ألقاها أنقس وأتعس المستشفيات واللي جاي يصير بيها. بغداد صار لها تقريبا أسبوع يومية الساعة 11 بالليل للأربعة الفجر بيها ريحة كبريت والعالم تصور وتنزل، ولا واحد بيكم أخذت المروة وقال والله صدق شنو هذا ريحة كبريت، شنو هاي بغداد وليش فيك وقت ومنو وشنو السبب، وأفتح بيها تحقيق. صار أسبوع، يدل على أنه ما كنت باه. هسه البارحة عود اليوم على أساس عندهم اجتماع بهذا الخصوص، وهي صار لها أسبوع القضية، هي يحتاج لها اجتماع، هو اللي يحل اجتماع، لو يحلها اللي يروح ويدرس العملية ميدانيا. عندنا وزير بيئة، عندنا وزير صحة، وين ذولا ما أدري والله، والله ما أدري بالله الكريم ما أدري وين. يعني احنا نسولف عنها والله العظيم قضايا، الله يساعد الناس اللي عندهم مرضى الآن بالمستشفيات، يتقلون تقلي والله يتقلون تقلي، لأنه مستشفياتنا تلعب النفس، وهذا بلد نفطي يعني بلد بيه خيرات المفروض، وبلد ماشي بيه. حجينا شلونك عمي، شلون الصحة، الله يديمك، شلون أمورك، شو أخبارك، شلون الصحة، نفس المشان الحمد لله. واش تسوي انت؟ روح العافية، أنا وسهلا امورك، مرحبا، عين هلبي، شلون السوق اليوم؟ والله ماشي ويا هو يا اهل يومك الصعود؟ وياه اكو والله بسبب ورقي والله تروح للشورج هناك كم من كسر بكيف؟ طبعا والله ماكو متابعه حتى من الدوله، ماكو متابعه قانون هم ماكو ضايع بينه ماكو، هناك تروح الشورج كم يبيع بكيفه؟ كم ينكسر على كيفه؟ التاجر ظل هو يتحكم، وانت ما تقدر تحكي تشتري يعني غصبا عليك مجبور تشتري، ايش تسوي لعد؟ خليه ترجع مجبور تفتح باب رزقك. اي طبعا باب رزقك لازم ينفتح غصبا عليك، تشتري ترضى ما ترضى تشتري، ايش تسوي؟ وين تروح لعد؟ وانت تبيع على الناس وانت بعد انت والناس تعارك شلون؟ الله شاهد اني يعني طبعا ربما مصعد يعني نفس اسعار القديم قاعد ابيع رغم ما صعود، الله شاهد علي. جزاك الله والله العظيم، والله اعرف والله ذي والقبلها الله شاهد علي ما مصعد ابد ولا ربع، راضي بالقليل بس من يقدر هالشيء هذا؟ اكو عالم لا ما يقبلون هالشيء هذا، يريد يلم كل يلم. اي طبعا، اي والله بس ربك مبارك هو، الله يبارك.
اي والله العظيم. ودائما انا من اشوفك والله اكون سعيد. حياكم الله وديك يا رب. ونرتاح نفسيا من نوصلكم والله العظيم. الله والشكر يا رب. بسم الله. والله انا عندي تفاؤل كلش يعني. الحمد. اي والله. هذا هو التفاؤل اللي مخلينا عايشين. اي والله هسه شوف العالم هسه قاعدين الجوع وقاعدين هاي ورغم ما هم هسه رغم ما ايجارات عندنا هذا ايجار والله هذا ايجار هذا مو يعني مو مالات كل ايجار واحد هذا ايجار والله العظيم الله شاهد. انا عندي 6 نفرات وعشت على هذا والله. يعني هو هذا مصدر رزق الوحيد هذا. الله يبارك في الرزق. الحمد لله وشكر يعني قلت لك متفائل الحمد لله وشكر. ماشي العيشه. احنا انا هسه قبل شوي حكيت على هسه مرات العيشه ماشيه. اي طبعا. العيشه طالعه ماشيه بس انا اقول لك الموضوع موضوع اللي عنده مريض، المستشفى، المدرسه هذا اي صحيح الله يبارك. ذن واحد لازم يسولف. احنا نجوز مدبرين عيشتنا بس كوكو انا بالضيف. والله بالضيف فطيه. انا ما تشكلنا ما تجي سواء مثل النوت. والله شاهد واحد ما بعد نحكي هلا قلت ما عندي خطيه والله شاهد لا اخذي والله شو تسوي اذا تقول كان ما عد يعني شو تقول فهمي والله يا هاي اي طبعا ربك يدفعها شلون لعب ربك يجيب لك واحد رزق يعوضك بثلاثه من هو شو يسوي تطيب وايد شو يسوي لله جزاك الله خير يبارك فيك ويحفظك واتمنى لك دائما الخير والعافيه انا من اجي واشوفكم فتحي نفسكم بعدكم هاي والله هي عركه العيشه حرب والله العظيم حرب حرب اي والله هسه شوف ما شاء الله شوف الشباب مجرفه ما اكو علم ما تتحمل عود يشتغل عود يطلع من الصبح لليل عماله وهاي لا ما يقدر ما يقدر لانه عنده اكو وسائل تاخذه بغير طريق وطبيعيه صارت هسه انا يروح عمري 50 سنه ها الله شاهد عمري كله ما حطيت جيجار بحلقي ما عاشت كلها عاشرتها بس شربت بحياتي لا دخن جيجاره لا نرجيله الله شاهد علي بس ما اقول ما قلت لا جيجاره قلت مي والله يعني نوتي اقعد كانك معقد يعني الله نوتي قعد هنا من نرجيل احط كرسي وقعد واحد ما تحمل ريحتها يا مرحبا مرحبا بارك فيك والله يحفظك ان شاء الله وباب رزق ان شاء الله بالخير والبركه وبهاي الصبحيه الحلوه الله يديمك يعني اغلب الناس اللي موجودين الان اللي يشوفهم والله كل الخير والود والبركه بارزاقهم كل الحب والتقدير لهم كل اللي نتمناه لهم هو السعاده وان شاء الله الرزق الحلال ونشوفهم دائما باعلى اعلى المراتب يعني اعلى المراتب ان شاء الله اشوفهم لانه هاي الناس هي يعني هذا هو باب ارزاقهم يعني ونشجعهم على باب الرزق والله بياكل لقمه الحلال يعني هذه يعني منطقه مهمه في بغداد وتكاد تكون واحده من الامور اللي نرصدها دائما هي هاي المناطق يعني الشعبيه اكثر شيء ونسولف وياهم بطرق تليق بيهم وتليق بعملهم وتليق بحياتهم اليومية ونشجعهم والله نشجعهم على رزق الحلال ونكون وياهم واقفين لكسب رزق الحلال في هذه الأوقات الصعبة في هذه الأمور الصعبة في وضع متأزم سياسيا اقتصاديا وهالامور اللي ما انزل الله بها من سلطان احنا لا نشجعهم نقول لهم عاشت ايديكم اشتغلوا وامشوا وفق المنهج اللي تعودنا وتعلمنا عليه وحتى ما يكون لكم يعني بصراحه فرصه للحرام ابدا يعني ونتمناها انه ما توصلكم فرصه الحرام ابدا عموما الاسواق في مدينة تلقى بها السلام عليكم تلقى بها اكثر شيء النساء الحجيات يشتغلن يعني وهذا ايضا يعني هم ينطي فد لون للمنطقه وينطي فد شيء للمنطقه لانه هذا الناس هي هذا كسبت الرزق يعني وهذا بالتالي لازم ندعمه يعني نسولف وياهم السلام عليكم السلام عليكم سويت انسحاب شلونك حجينا لا عاد احنا الزبون هم مستهدف ابد الله يعطيكم الصحه والعافيه يبارك فيكم عم حبيبي الله يديمكم
بعض الناس تخجل من الكاميرا ويعني يعني ما تاخذ مكانتها يقول لك استحي اخجل ما اطلع بالكاميرا. شلونك حب؟ هذه يعني اكثر الاسواق المهمه. يعني هذه حركه سوق، يعني هذه حركه سوق في مدينه الصدر. جاي تلاحظونها؟ ماكو حركه، ذيك الحركه اللي احنا تعودنا عليها في الايام الطبيعيه اللي قبل اشهر ما كانت الحركه بهذه الطريقه، كانت الناس فتحه، اكو حركه عمل ماشيه، يعني بشكل او باخر سادين احتياجاتهم. هسه جاي تلاحظون بعدنا بدايه الصبح تشوف انه المحال تقريبا فارغه. هسه بس انا اللي اسولف، يعني سوق شعبي في مدينه الصدر، سوق الوحيلات اهل بغداد. من تشوفون هاي يعني هاي الصوره وفي مدينه الصدر، والله اغلب الناس تجي تتفاجئ. لا هاي مدينه الصدر اللي بيها عدد سكاني هائل، والان وقت الصبح وحركه المفروض حركه وقت حركه، يعني حركه تجاريه، وتشوف سوقها هالشكل، ما معقول. لا اصبح الان كل شيء معقول. وهذه الصور تلاحظوها، ماكو احد، يعني السوق تقريبا فارغ، يعني ما بي ذيك حركه الناس. ويعني اعرف ارتفاع، وضع تعبان. يعني شلونك الحبيب؟ شو اخبارك؟ شلون الصحه؟ شلون الامور؟ قواكم الله. شلون الصحه؟ الله يديمك. شوفكم شوفار هاي، ها على طول هيك والله. نجيكم قبل فتره ماكو هيك. لا اخليها على الاوضاع، ها الاوضاع بالبلاد. الاوضاع تاثر علينا الخارجيه؟ لا شيك. سوقكم واحد من اسواق بغداد المهمه، سوق الوحيلات معروف، والناس هسه من انا اجي هوايه والله. لان لا هسه تفاجئت بصراحه، بصياتك وبيهم شباب انا كنت التقيهم، هسه ما موجود. قلت لك يعني جداد دوام والناس مداوم، انا ريست والله. الى البقاله مو شغل، يعني هو مو شغل مستمر؟ لا مو مستمر والله. هيك وضع ما يستمر، يعني ماكو انتاج، يعني انت تعمل هيك يعني للعلاقه بس. ايش صار لك؟ تقريبا اني صار لي 2014 13 ما شاء الله. دراسه ما ثالث متوسط وبطلت والله. تكمل له ولا لا؟ ما لي واهس والله. تعودت على الشغل؟ اي تعودت، يعني اطلع غبشة الصبح ارجع بالليل والحمد لله. لا وبنفس الوقت يقول لك والله الدرس ايش حصل؟ فعلا هسه والله عند الجماعه يعني مخلصين قاعدين. لا احتمال يشتغلون هنا وياك. يشتغلونك؟ فعلا يشتغلون. تكاتك عندهم هسه، صديق عنده تكتك. والله هو مكمل، يقول وين اروح؟ خلي الناس شوي ما تكمل دراستها، ما تطب موضوع التعليم والدراسه. اي تبتعد عليه. حصل له مصلحه. اي فعلا صح. حر حر، عمل حر افضل اصير عبد عند الدوله. هو عبد عند الدوله وبعدين. اي معك. هو شنو انتاجه من الدوله يعني؟ كل شيء ما في يحصل، كل شيء ما يحصل. وشيء يعني والله اخاف كل شيء ما في. بس نغيره الوضع هذا الشيء، غيره ما غيره ما يتغير الوقت، ما يتغير. ما اظن السياسه هيك الحكام، احنا هم بينا سبب. نعم مواطنين الحكومه، احنا هم احنا هم بلوه. بلوه انتقام. بلوه خلانا اسولف لك اياها. احنا ليش بلوه؟ بلوه اني قراب ترشح، ابن عمي رشح، شيخنا رشح، لازم اصعده هذا، حتى لو كان خماط لازم اصعده. هذا هم لازم اصعده لانه انطاني بطانيه زين، وانطاني كرتب ال 25، وانطاني دجاجه. هاي العقليات ما هي هاي سبب، يعني احنا سبب. لا شيء اكيد هاي سبب كبير، يعني انت صوتك تبيع ب 25,000 او دجاجه للاسف والله.
وبعدين صح والله مو نزيه الشريف وصعدة وطالب وهنا مطيق مرشيق تريد من يمي عشان ما تريد ما يسولف ايش تريد يصعد حتى يطيق مستحيل انا جدا ممتن وسلم لي على الشباب كلهم يوصل مره هنا فيكم وشرفتوني تراقوا يمنا اليوم والله شو تسوون الريوق شكوى تريد بالخدمة شو تريد بالخدمة مخله ما يسوي مخله ما تريد نجيب لك تريق انا مفضلتي البيض كلها بيض والله صح عافية نجيب لكم والله شاب بالله الكرم اخ عزيز والله جزاك الله خير يا طيب الله يديمك ورده ورده حبيبي شبابنا من اقول شباب معدل وباب رزقهم مفتوح والله بملء الفم احكيها لانه هاي الناس تستحق حياه افضل وتستحق مكان افضل انا هسه هذا السر اللي هسه حكينا يا الاخ قال وقت الدوام وشويه بدايه الاسبوع ما يفتحون الجماعه هسه قد يكون بيها والله ما ادري يعني بيها عده جوانب ليش هاي بعد يمهم احنا بصراحه بتواجدنا الميداني اكو حالات ترصدها ونسولف فيها احنا نسولف فيها ببساطه احنا نسولف فيها ببساطه حتى نوصلها وهي واصله انا يقينا الان كل اللي جاي يصير هو واصل وكل اللي جاي نطرحه هو واصلهم وكل اللي جاي نسولفه يوصلهم بس تعال هنا جيب اللي يسمع وجيب اللي ينفذ وجيب اللي يطرح هاي المواضيع وينتبه لها ويدرسها ويقراها ويشوفها بس يعني طرق مسدده ووضعيه شلونك عمي حبيبي شو اخبارك زين وهاي طبيعه احنا طبيعه العراقيين هم تعلمنا على شيء تعلمنا دائما انه يعني ابسط الاشياء نشكي بس الاشياء الكبيره ما نجيب طاريها نجيب طاري الشارع وهاي بس ما نجيب طاري المدرسه مثلا ما نجيب طاري المستشفى ما نجيب طاري قضيه التعليم ما نجيب طاري المصانع المعامل اعاده الصناعه هذول ما نجيب طاري نجيب ان طاري الرصيف صار والشارع تبلط هذا نجيب طاريه لان صارت قضيه محدوده احنا نريد بس نطلع نمشي وهاي ما نفكر بالمستقبل ايش راح يصير يعني الاجيال الجايه راح تدفع ثمن يعني ثمن غالي جدا بقضيه التعليم بقضيه اداره البلد وفرص العمل به بقضيه التعليم بمستوى الابتدائيه الاجيال اللي جايه هذا اللي لازم نسولف به وهذا اللي لازم يتعدل احنا في بلد نفطي لحد الان عندنا مدارس طينيه وعندنا كرفانات وبقلب العاصمه بغداد بقلب العاصمه بغداد وعندنا مدارس كرفانيه وعندنا مدارس طينيه وعندنا دوامات اربع شفتات بالمدارس بعضها يعني زين اربع شفتات انت من هنا وقيس اللي يبني له مركز وما يفكر بالمدرسه شو تسوي له هذا شو تسوي له شو تقول له يعني اكثر من اللي نسولفه احنا يعني ترى هذا حديثنا ترى مو سهل هسه اللي يتابعنا وعلى مستوى مسؤول المفروض هسه يكتبن كتاب اذا نسولف فيه بس تعال منو ويا من نسولف يعني ويا من يا باب الدقه يعني يا باب الدقه واحنا صرنا هم مكروهين بالنسبه لهم للوزارات صرنا مكروهين والله انت الان من نتواصل هسه مع مدراء الاعلام من يشوفك تحكي على وضع الناس والله العظيم هو يتالم من داخله بس يدافع يقول لك والله يا ما لازم ادافع لان انا استلم فليسات من الوزاره والتقيس من هذا شلونك عمي شو اخبارك قواك الله اليوم الله يخليك دفتركم ونتمنى دائما الاعلام هنا أنا موجود بداخل هذه المدينه حل ينطت ما انطت وما زالت تعطي مع الاسف قدمت هوايه قدمت ومبدعيها ومثقفيها ورياضيه عموما بشكل عام انا احس حديثك متحدث بشكل عام احنا حقيقه بتاخر دائم جبنا عمرنا هذا عبر حقبات التاريخ للاسف اي اذا نتحدث عن الصناعه فلان 10000 هذه احصائيه رسميه بالمناسبه
10,000 مصنع بالصناعة معطل من غير المصانع الأهلية الأخرى اللي كانت تعجبها جميلة وتعجبها حافظ القارة. كل هذه كانت شغلة الآلاف بالملايين من هذه العاملة. المدارس حدث ولا حرج، يعني خصوصا احنا مدينتنا أغلب المدارس بلشت على أساس عاد بنائها، ولحد الآن استاخذك على أكثر مدرسة. احكينا أكثر من مرة التربية حقيقة مسوية غلق بهذا الجانب، ما تسمح يمكن، وحتى الجانب الإعلامي ما أعتقد قدرون يدخلون، مدارس معطلة. أبو علاوي هاي لازم شوية نسولف فيها. احنا هسه احنا بدون ميعاد أنا وياك، بدون ميعاد، الثقافة الجماعية يسمعون كلام متفقين وسالفة. وزارة التربية مقصرة بعد المتابعة. شو تسوي؟ يعني هالثانية تحدث لك بأسماء المدارس، مثلا رميلة يم 52 يمكن صارها بالسنة العاشرة، هي ذاك اليوم عودين بدوا بها لحد ما أغلب المشاريع تبدأ. احنا اللي نعرفه سابق المقاول عندما ياخذ شغله يجيب كل المستمسكات بما فيها تأييد من المصرف انه عنده رصيد، وهوية غرفة التجارة، ويترك تأمينات مدة 6 أشهر بعد المشروع. الآن عندما تحدث وياهم مشروع يبدأ يوم يومين، والله المقاول أخذ الفلوس وما عرفش هذه الأمور، هذه كلها ما لها وجود. المفروض متابعة التربية، وين متابعتها التربية؟ احنا هسه الآن ناخذك على مدارس يداومون 3 دوامات، معنى هذا اشقد؟ نص ساعة للمدرس، المدرس قد يدرس الطالب. وبظل ظروف مدينتنا اللي هسه ناخذك على بيوتنا، كل بيت اقل ما بيه 3 عوائل 4، هي اصلا سكان الحمد لله. اي لو ما دايست هاي الدول تفكر بالانفجار السكاني، تريد بعد سكان. مدن جديده ما يفتحون مدن جديده، هالقيعان فارغه، ما يفتحون والله فارغه. والكهرباء وازمه، انتم تعرفون ناس اعلاميين تعرفون، يعني معقوله مصر اللي وارداتها بس على القطن والسياحه سوت 3 مدن جديده ويوم شركه سيمنز سووا محطات 3 خطه مصر، احنا عاجزين. ويطلع السيد الاعلامي مع احترامنا لوزاره الكهرباء، اصرفنا كذا، ادري انت تقول اصرفنا، ما ندري انت ايش اصرفت، بس وين هاي مشكلتنا؟ اغلب اللي يطلعون يقول لك اصرفنا وسوينا وانطينا، اي وين على ارض الواقع وين؟ احنا هسه عمي انا واحد منهم مكروه والله العظيم، تدري ليش مكروه؟ والله العظيم حلو. احنا نطقها طق بطق، اولا احنا حلو زين، مكروه بالعراق زين، هسه احسن محبوب. هسه انطقها طق بطق وياهم، وبعدين ما عندنا فد وسيله وياهم او عقود وياهم شراكه او داخلين وياهم عمل ومصلحه، والله العظيم هذا الواقع نسول. المشكله الاكبر راني دائما اقولها واكررها، انه الظاهر صدام حسين كان مخلي قطن بحلوقنا، جماعه طلعوا من حلوقنا خلوا بذانهم، ايش قد ما نحكي ايش قد ما نرفع. هسه الاعلام اغلبها دي يتحدث لكن المشكله وين؟ يعني هسه كل وزاره اكيد بها مكتب اعلامي، لما دا يجتمع هسه حديثنا انا وياك، المفروض ياخذ نقطه نقطتين نفس ما نقول كله ويتعامل على ضوها. شوف يعني انت توصل له بدل ما يطلع للشارع ومتعب نفسه وحمايات، انت تجي معلومه بداخل وزارته تتعامل وياها. يا اخي اسمع هاي الناس، انتوا ليش غالقين ابوابكم؟ وصارت فد مشكله اخرى الان، المواطن العراقي عندما يطلع بتظاهره لطلب معين مشروع ينصدم بالقوات الامنيه، بالوقت اللي القوات الامنيه وحده من واجباتها تحمي المواطن وتحمي مؤسسات الدوله، يعني المفروض تظاهره طالعه لذوي المهن الصحيه مثلا سلميه، المفروض يجي واحد من الوزاره، مو انت بالامنيه تقمعهم، انت ما من حقك تقمعهم، انت عليك تحميهم وعليك تحمي مؤسسات الدوله ايضا، ما من حق المتظاهرين عليه، لكن المفروض تتصل كذا تقول لهم هذا احد ممثل عن الوزاره يجي يتحدث مع هاي الناس. احنا اللي يصير عمليه قمع، يعني رجعنا اكثر من ذاك الزمن البائد، يعني ذاك والله ما سامح للتظاهر وقع معك اصلا، بس هذه على اجواء ديمقراطيه وجزء من الديمقراطيه واصوات تتعالى بالوقت اللي ينرفزوننا بشغلات. احنا انسانيين اولا بصراحه، الشعب العراقي شعب طيب معروف عنه، احنا مو ضد مساعده الاخرين لا والله، لكن لما يطلع عضو مجلس محافظه النجف مع احترامنا يطالب بالتعيين لناسنا الطيبين، احنا نقول عليهم مظلومين ايضا، هم ناس وشعب مظلوم كل الاحوال، لكن انت قلت احنا انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب، انت عيني اول مره، عين اولادنا بعدين هلا بيهم يجينا هلا بي. لكن المشكله هذه قلت لك ماكو لا تخطيط، انا اطيل عليك عذرا، لا تخطيط لا تخطيط لا برمجه زين. العقول اللي عندنا وين؟ عندنا عقول جباره جدا على سعد، ما احيانا بدينا خصوصا هسه بواسطه الفيس وكذا نطلع تلقى كذا دكتور كذا عبقري كذا كذا، كلهم عقول. يعني في يوم من الايام اني صديق من اصدقائي راح فرنسا على عمليه وكذا، فقالوا له عندكم دكتور سعد الوتري،
من العصبية بالناس يعني بالناس، أكو غيرهم وغيرهم. لكن المشكلة وين؟ المشكلة تجي تفضلت أنت، أنا أسمعك شريت واني مستطرق أتحدث عن الواقع الصحي، واقع ممل يعني بكل مؤسسة والله. والآن بدأ يصير نحو الرأسمالية بالمناسبة، أنه تعال المواجهة بخمسة آلاف والكذا، هذا كله على أهل المواطن زين. هو سلون افتران يأكل خصوصا المدينة البسيطة الفقيرة، هو ذا واحد يشتغل يشتغل في 10,000 إيجار 400-300، وذا موظف تدري راتب الموظف مش قد يعني، وهاي مشكلة. هذا الضغط الضغط النفسي أحس إحنا صرنا قبال الحج. خلي شوي خلي، لا ما يخالف باب رزقه. إحنا مرات نسولف في هذه القضية وإحنا نتألم، لأن أولا إحنا ولد هذا البلد وعايشين بيه ومناكل من خبزته ونشرب من مية. احنا من الان نسولف انا وياك هسه هاي القضايا، هاي القضايا هي بس انت لو بس انا لو كل الناس، لا هو بشكل عام بشكل عام احساس عام عند الناس. لكن الناس المشكله الاكبر الناس بدات بس نتناقش ويا احد وصل مرحله يقول لك والله شو نسوي يعني، الناس ما تحكي ما تسولف. سووا له شيء تعجيزي يعني، قلت لك على مستوى مؤسسات الدوله الانتشار البطاله منين يجي؟ يجي انه ماكو عندنا معامل بأكملها معطلة يعني. احنا نذكر اني معايش الصناعة عندك مثلا معمل جقال كان يصدر، ما حد صدقها، كان يصدر الرشيد وسومر صدر. عندك الجلود ما حد يصدق اللي هو الحذاء الإيطالي رمز الجودة، كان معمل بالجلود يسمون لحد الآن معمل إيطالي معمل بالي يعني، ذولا كانوا يصدرون خارج العراق بما فيها موسكو واليابان. هذا شكل رسم احكي لك يعني، ما احكي لك السمع. عندك يتذكرون أهلنا دهن الراعي ويتذكرون البانة بغريب ويتذكرون ويتذكرون، هذا كلها القتلة اندثرت. ليش يعني هسه الشباب أغلبهم يعانون؟ بالإضافة لهذا مؤامرة على هالبلد خطرة وكبيرة، ما هو كنت بايلها دخول كريستال ودخول ما أعرف إيش ودخول، هذه كلها أثرت على الشباب والبطالة. ضرب الشباب طبعا، ضربوا هاي انتشار الأمية بشكل رهيب. بس أثقل شوية مدح شوية ذول الشباب، قلت لهم تظاهر ما تقدرون تطرحون، قولوا لي اشتردوا ما يدري اشتريت ما يدري. المشكلة خلوهم داخلين، لأن هذا لا مثل مثلك اللي قال جريدة قراها ولا قال كتاب قراها ولا مع احترامي ولا مثل ما كانوا أساتذتنا ومعلمينا. زين هذا مشكلته صارت عنده عداوة بينه وبين المدرسة أول ما ينزل من المدرسة يعني. إذا تلاحظ نسبة الأمية إذا أقول لك 90 يمكن قليلة، كارثة كارثة كارثة. المشكلة مو هنا أبو علي، مرات مكمل واصل إلى مرحلة علمية بالخامس ابتدائي بالسادس ابتدائي مثلا ما يقدر ولا يكتب اسمه ما عنده ولا. والمشكلة الأكبر هسه بدوا أبنائنا يحاججوننا يعني، عندما مثلا تحث على الدراسة حقيقة وتقول المستقبل وكذا يضحك هو فوق عقليته. طبعا عقليته وعقليتك تختلف، احنا عندنا شهادة حتى لا تجومهم خليها هي شهادة، يقول لك والله فلان مو كمل وقاعد يشتغل عماني، فلان خلص بكالوريوس وشغل كذا، وفلان كذا يبيع أحزنة، فلان بابا مو جعل يقول شغلنا وياك يعني. مشكلة هذه ماكو بتحافز وتحفيز يا أخي، عد دراسات عد هذا المعمل قد يحتاج سنوياً عدله أخليه يشتغل. أنتوا ليش معطلي؟ انتبه لهذه الناس، هذه الطبقات الكادحة الفقيرة الحصة تدري يعني. إحنا نعرف أنا وأنت مع احترامنا للآخرين نبات ما ينتبه لك شغلات يعني. هو عندما تقرر الموازنة تقرر أنه هذه وزارة لها 3 مليار، هذه وزارة لها 4 مليار، إذا تجي إضافات هذه الإضافات خارج التغطية يعني. هسه مثلا عندنا بالحصة التمويلية، الحصة التمويلية أكيد مخصصين لها مبلغ كامل من رأس الوزراء والبرلمان وكذا. زين لما يجي كل مواطن يعطي 2040 حسب ما الإحصائية تقول 40 مليون، إحنا على مليونين على 2000 لكل مواطن، ذاك الحساب ايش قد يصير عندك؟ زين نجي لأزمة السكن، أزمة السكن حلها كلش بسيط، تفتح مدن جديدة هم ما تشغل ناس. مصر إذا تذكر كنا نشوف أفلامهم القديمة كلها على الإيجار وعلى البطالة وعلى كذا، اشتغلوا صحيح فتحوا مدن جديدة، هذه المدن الجديدة شغلت المهندس شغلت العامل وشغلت الكذا، ومدن بنفس الوقت فتحت أفق جديدة. إحنا عندما تحكي وياي يقول لك مو هذه تحتاج خدمات، طيب أنت شنو عملك؟ يعني طلع رئيس وزراء يتحدث وكأنه هو مواطن ده يشكي، والله نحتاج كذا، طلع وزير انتوا شنو شغلكم؟ انا دافهم يعني، انا اعطيك راتب المن، لا حقيقه انا اعطيك راتب، انا اعتبر نفسي اعطي راتب لان دائما يمثلني احسن. البرلمان 300 وكذا، خلينا نكون صريحين شنو فائدتهم؟ ماكو شيء، ما يقدم شيء، لا تشريع صحيح. الفجوه اللي صارت بين المواطن وانعدام الثقه بين المسؤول، هذه الكارثه الاكبر. وفعلا المواطن حقه انعدم الثقه، لان كلها وعود قبل الانتخابات، يعطيك وعود ورا الانتخابات يعطيك وعود،
بعدين قوة مهيمنة على الساحة بشكل أو بآخر هي تصرف أمور البلد وبدأت تأخذها مثل ما نقول كارثة. هاي كارثة يا أخي، هاي أسفنا والله. انتبه يا أخي انتبه، هذا الإعلام مو عندنا الإعلام ما شاء الله. سوف تتذكر احنا كان قناتين الساعة 12 عشر، هسه عندنا حوالي 600 قناة. هذه قلت لك هذه الناس دا تقدم دا تنزل انت للشارع وما تعرف كذا تقدم يا أخي. استمع أتابع أنا في اليوم والله جدا ممتع. طلت عليك طلت عليك. لا بالعكس لا والله، بس هذا كلام واقعي. مهمنا كثيرة قلت تقول الشاب كبير والابره صغيره. فعلا الرقعة صغيره هي. مشكله مشكله مشكله. احنا بصراحه نكون بالعوض. احنا شوف بلد معطاء والله. الواحد بينا قلت تقول ما يصدق يفرغ عن نفسه. يعني شوف ناس تستمع، احنا الاعلام نحسه يستمع لنا، فلهذا السبب شوف خلينا. ايوه جدا ممتن مره. قلبي يرحم علي والله يبارك فيك يا اخ عزيز، والله يحفظكم ان شاء الله ويحفظ هالشيب. ضيافتنا لكم اليوم غداكم يمنا. طيب لا والله مطر. هلا هلا بكم اليوم. تحياتي تحياتي لك ابو علي حبيبي، الله يديمك. شلونك عمي حبيبي؟ الله شخبار شلون عافيه ان شاء الله. شكرا على القناه. الحمد لله ان شاء الله. الله يحفظك. شلون شغلك؟ سكنت احنا سكنت حي المنتظى، اريد التفاته السيد محمد الشاع السوداني الله يحفظه، لأن مهددين من قبل عصابات كبر. أنا أخوك هيك واصله؟ هيك واصله. فريد التفاته السريعة، لأن إحنا بوقت الأستاذ نور المالكي مطينا تعهد، والتعهد موجود ومصور، فدخلت علينا هاي العصابات تقول إحنا 26 دونم هذا مالاتنا. ليلة ويوم هاي عصابات من الخارج، فجايبين رايحين للمحكمة، جايبين أمر قاضي ورشوا محامي، راشين محامي وقاضي، وجابونا بإزالة البيوت. زين احنا 3000 عائلة وين نتجه؟ وين شو وقت والله هسه موجود؟ اي هسه الايام اي، فهسه بالسرعة المطلقة اريد التفاتة السيد محمد الشياع السوداني الاب للعراق. هاي المنطقه وين صار؟ حي المنتظر بالبلديات. بالبلديات. والبارحه خابروني انا بالبيع نفس الحاله مالك. ايه من معمل جيجار بغداد زين الى تقريبا الخط الفاصل بين 70 نيسان وبين. ايش قد صار لكم بالمنطقه ساكنين؟ بالمنطقه ما يقارب بالسقوط بال 2003 وجاي. منطقه خدمات تبليط مجاربية كهربائية كل شيء بيه، يعني المنطقة. الأرض من عايدة كانت؟ الأرض هي أكو معسكر وإحنا خلف المعسكر. يعني المالية لو أرض مفتوحة ما عايدة الواحد، لأن بنت الأرفلي داعت جت داعت بالأرفلي، هذا ما داعت بالبلديات. ها يعني إيه؟ القضية مفتوحة بالأرفل. إيه بتل الأرفلي إجت قالت هاي سنداتي وهاي قاعد، فتفاوضت ويا الحكومة عوضتها الحكومة. زين. أما إحنا بالبلديات هسه إحنا صارنا ما يقارب 10 سنوات 15 سنة 12 سنة داخل، هسه دخلت هاي العصابات قالوا هاي قاعنا. زين. فريد الالتفاتة. من جوكم؟ إيه. شوي نفتح نسولف براحتنا. من جوكم؟ نعم. ساوموكم؟ قالوا لكم على فلوس الطونة؟ لو قال لكم يلا تحملون وتشيلون غرض. قالوا انتم مهددين بإزالة البيوت هاي كلها. هاي بيوتنا القعقعنا. اي انتم شنو شلون جيتوا شلون هاي؟ يابا شنو طلع ورقة من جيبه قال هذا أمر قاضي. أجيب شفل وفلشك وتشيل. فاحنا نشيل وين نروح؟ نتجه للكرادة لو الزيونة. احنا ناس من مناطق شعبية، البيت هسه بيت هاي البيوت، المدينة الموجودة مدينة الصدر، كل بيت من بيت 144 تحول إلى 72، يعني صارت على انصاف خمسينات. اي خمسينات واربعينات صار. ليش؟ ثقل سكاني. زين ما شافنا حل. زين الحل احنا وين نروح؟ هاي قاع مفتوحة جينا بنينا بيها. فاليوم من بنينا صارنا من 2003، اليوم تجينا عصابة من الخارج طالبنا بإزالة البيوت. الرئيس محمد الشاع السوداني يقول هلا باللبنانيين،
شاون نلفي احنا جماعتنا ما ملفينهم، احنا جماعتنا ما ملفينهم، هي ربع قطعه بها 10 5 عوائل 3 عوائل، هسه اطلعكم انتم قناه موقره ان شاء الله، هسه اطلعكم على مدينه الصدر وانطب اي بيت تادون عندك بابك كم عائله عندك، شوف اذا مو 3 عوائل واربع عوائل زين، غير فتحل لو انت كاتل من انت كاتل لا يعبرون علينا، لا يعبرون علينا ان تجي ليران، لا تعبر الحكومه علينا، تكاتل اكبر عصابه طبنا نتكاتل وياها، بس لا تجي علينا حكومه ودوله ما توصل. لا توصل، انا هسه اليوم ادور بندقيه، انا باكر من يدق بابي ويقول لي تعال شيل اكتله بالباب، مو هيك الحكي لو لا هيك الحكي، يعني انت تقبل تطلع من بيتك وجه انا اخذه؟ لا ماكو واحد يقبل، اي يا اللي يقبل، يا هذا الشعب كله، يا اللي يقبل يطلع من بيته ويجي واحد ياخذه ياهو، قل لي فلان على المدى قل لي روح له صح يا عمي تاخي تطلع من بيتك وانا اخذه؟ ماكو ايش حل، اما باب الحكومه، باب الحكومه مفتوح، باب الحكومه مفتوح، بس اريد النظره العامه من الاستاذ نور المالكي الموزع لنا تعهد، والاستاذ زينب الموسوي قالت هاي العصابات كبرى، زين احنا العصابات احنا نعالجها لو الدوله تعالجها؟ يا لي عالجها دولة، دولة المفروض تعالج كانت دولة، هذه الدولة وين يعني ما تدري بينا؟ ايش قد عمرك عمي؟ عمري 57 صحة وعافية الله يحفظك الله يبارك فيك عمي، وشغلك هسه هناك؟ والله هنا عندي ستوتة قاعد اشتغل بيها، جزاك الله خير، تحياتي لك عمي حبيبي، موفق موفق حبيبي موفق، هاي اللي هذا 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 وين يعني آلاف من الحجي وين يروحون يعني في بلدهم، يعني هذا الظلم، هذا الظلم بعيده يعني، هذا الظلم اللي يسولف عنه الآن صعب، شلون كابتن؟ شو أخبارك؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله زين، هذا اللي يسولف الآن عنه والحج اللي يسولفه والله مو سهل، أبدا مو سهل، إيش قد مثل حالته، بدل ما تقولوا له عاشت إيدك اشتغل وامشي بالحلال، لا تخلونه يضطر لو يشوف له يسلك له غير طريق، لو مثل ما شفت يعني في هذه الحالة ويتهجر، يعني يتهجر في بلده، يتهجر في بلده والله العظيم، ويا مكثرهم البارحة خابرونا أكثر من 3 أشخاص بالبياع منطقة البياع، وقالوا أستاذ أحمد الحقنا جونا الجماعة هم جايبين لهم ورقة وأخلاء الأرض، والتقيس بعد وين واصل حالة، وين واصل مرحلة بينا، بالمقابل بلدنا مفتوح للغير، نموت على الغريب مو نعشق الغريب، بس أهلنا وناسنا لا ولا طبهم مرض، الغريب لا هلا بي هلا بي خليه يسكن ويتعين لك هاي شنو من منطق انتو، شنو من منطق، العراق مر بظرف بظروف هواية صعبة، ما حد قال هلا بالعراقي، سدوا الحدود علينا، سدوا الحدود وغلقوها علينا زين، هسه يمكن انا احكيها بس وراها غير اشياء ممكن، لكن امام الله اسولفها، من مر العراق بظروف داعش شو ما حد وقف لنا، سبايكر نسيتوها 3000 شاب راح، نسيتوا امور القاعده بالشوارع هنا، شو ما حد قال هلا بالعراقي ونفتح ابوابنا له، ما حد قال ابد، لا من قريب ولا من بعيد، والنار اكلتنا بس احنا، ودفعنا ثمن اللي هسه هنا موجودين اللي اخوه واللي ابن عمه وابن خاله هاي نسيناها، شباب بعز الورد راحوا ونسيناهم، انفجارات مال السبت الدامي والاحد الدامي والخميس الدامي نسيناها، مال مصدر العمال نسيناها، مال المطعم مال الكوت نسيناها، مال مطعم الناصرية تفجير نسيناها، مال الموصل وحدات الموصل نسيناها، كلها ننساها احنا، هذا الحلو بينا ننسى اللي صار علينا، ما شفنا واحد فك حلقه وقال العراقيين احنا اخوة وياهم وهلا بيهم اذا يجون البلدان امنين مطمئنين، الان والله العظيم يعني مشكلة
بالله الكريم عما انا ما انا هسه اعلامي وصحفي بس ما ادور طشه والله وحقاي النعمه. انا اتعجب على نواب يدورون طشه، نواب بالبرلمان، نائب يصرح تصريح يعني مستفز. احنا يطلب انه تعيين اللبنانيين والسوريين يعرفون بقانونك، عايشين وياك، تعرف شنو اسلوبهم بالحياه، تعرف شنو اللي عليهم، تجنسوا حتى يتعين. هذا ان كلنا عرض الحائط. لو تدون دورون طشه والله تدورون طشه. وانا اتعجب على وزير ونائب يدور طشه يا اخي، والله عجيب بالله الكريم عجيب. وكم تدورون طشه بعد كم يوم تطلعون بالتيك توك وبالفيسبوك، تصريحاتكم مهينه ومخجله، مخجله والله العظيم. هذا اغم وجهي انا اذا اصرح هالشكل، والله اغم وجهي. شنو هذا يعني انتم عمي كل الهلا بيهم، اهلا وسهلا بيهم، بس احنا المفروض نسد احتياجاتنا ونفتح ابوابنا للغير. انا هاي هسه اللي احكيها قد يعني قد تسبب لي في بعض الامور مشكله، لكن احكيها والله ما اخاف من عتب. وخلي هذا حكي المنطق هالشكل، حكي الاساس هالشكل، حكي البلد اللي يحتاج، اللي الدوله اللي تشوف مصلحه شعبها وين تمشي وياها. مو براس عضلات، بس هذا حقيقه لازم نسولف فيها ولازم نذكرها ولازم نتحدث بها ولازم ما نخاف ابدا والله ما نخاف. اللي ركبها هو يشيلها ونسولف. وبعد يومين ثلاثه راح نطلع لكم ملفات فساد، ويوميا على صفحاتنا ننشر على فسادكم، ويوميا شارينكم على الحبل. بس اللي ما يستحي شو نسوي له يعني؟ شو تسوي له؟ قبل كانوا اهلنا يقولون بيت فلان باقوا، بيت فلان باقوا، يشيلون من المنطقه، يشيلون من الفرع. هسه الحرام والله كيف يقول له حرام؟ يكيف ويحس بانجاز يعني، لانه حرام ويصعد لاخر موديل وصعد لسفراته وطيارته، وحرام ما يسوى له فلس. نسولف بألم والله، نسولف بألم، لانه هاي الاجيال راح تدفع الثمن. هاي الاجيال اللي جايه راح تدفع الثمن. لا خليته قيمة للكبير، لا خليته للصغير، لا خليته للشاب، لا خليته لصاحب العمل، لا خليته للدكتور، لا خليته للمهندس، لا خليته للطبيب مكانه. كلها دمرتوها دمار. جيل أنسفتوا نسف. وأنتم من تتحملون المسؤولية من 2003 إلى هاي اللحظة أمام الله وأمام الناس. تقبلوا ودي واحترامي، انا احمد الركابي وزملاء اللي رافقوني بهذه الحلقه المؤلمه، زميل المصور علي فلاح ومساعد المصور مصطفى صادق. اشوفكم بخير وسلامه، الى اللقاء.